كما يقول اولاد الفرنجه كانت اجري اني مور، ما اقدرش اوافق اكتر من كده. كيمو اطفي البتاع اللي في ودني ده كيمو، لانه يعني ده صوت العقل. يعني انت ليه بتجبر ابنك وهو عنده 10 سنين 11 12 13 سنه انه يبقى مع اتجاه سين او صاد؟ انت علمه القيم النبيله، علمه ازاي يختار ويسيبه يختار عشان هو يتحمل مسؤوليه قراره. انما انك انت تصادر على مستقبله، طب انت اللي هتجوزها هتختار له عروسه يعني؟ ولو ان هي بنت هتختار لها العريس، هتختار لها الشغلانه، هتختار لهم الكليه، هتختار، لا سيبه ده اختياره. بس انت فهمه اسس الاختيار، شوف مين، قول له ادي له كتب يقراها، لو في برنامج عدل انت مقتنع بيقول له اتفرج على البرنامج ده، ممكن يكون طبعا صعب انك تسيطر على حد دلوقتي، بس يعني في النهايه احنا امام مشكله كبيره. بس انا عايز اقول ان اصدقائنا على الفيسبوك بوك، انا سنجاب طبيعي البتاع ده وهيعذبني، في الاخ اسلام علام بيقول انا ضد التوجيه السياسي لمجموعه واحده، ولكن لابد من التوعيه السياسيه للاطفال حتى ينموا بداخلهم ثقافه التحاور والاختلاف والوصول لحلول الوسط. ده كلام مهم الحقيقه، الكلام ده بيتعمل في المدرسه، الكلام ده المدرسه المفروض تعمل كده. وانا وعدت يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا نلتقي مع السيد وزير التعليم ونقول ايه اللي موجود في المقررات بره عشان تعلم الحاجات دي للاولاد، لان الولد والبنت يعني طبعا بقول اولاد بقصد الاثنين، ان ما تعلموش الكلام ده، دي عادات لا تكتسب بالفطره، دي مسائل تتم عن قصد وتدبير، لازم نقعد نخطط لها، ايه اللي المفروض نعمله عشان الاولاد يبقى عندهم هذا الوعي وعندهم هذه المهارات. الاستاذه ايمان مختار بتقول ممكن الوعي السياسي للاطفال يكون اعلى من اجيال سابقه، ولكنه وعي موجه يؤدي الى التعصب. انا شوف ده بعينيا، احيانا كده بيطلب مني اروح مدارس كبيره وصغيره، انا بالنسبه لي بستمتع ان اتكلم مع الناس بتعلم يعني. فبفاجئ انه الاطفال منقسمين يعني، والمدرسه بتلعب دور برضه في الحقيقه احيانا في هذا الانقسام، وتلاقي الناظر او مديره المدرسه او الى اخره بيبذل مجهود في انه ما ندخلش السياسه لعقول الاطفال في هذه السن المبكره، لانه في النهايه هو بيصدق، انت بتبني له المعيار، انت بتحدد له المعيار اللي بيحكم بيه على الاشياء، فيبتدي لو هو ده سلفي فهو شايف ان اي حد مش سلفي ده ايمانه ناقص، هيفضل طول عمره بيفكر كده لغاية بقى فين ما يتصدم وتحصل مصيبة. بتتكلم عن واحد اخواني، بتتكلم عن واحد ليبرالي، بتتكلم عن واحد اي مكان، لا انت بتفهمه واحدة واحدة، تقول له انا والله اخترت كذا، اتعلمت كذا، قريت كذا، فمشيت في السكة ده، هي فكر في اللي باباك ده بيعمله صح ولا غلط، ايه ده، اديله فرصة ان هم يعني يرتقوا، لان هو الحقيقة هيعارضك فهيختلف معاك قطعا، بس هيختلف معاك بعقل وباحترام ولا يختلف معاك بتعصب وجنان؟ انت الاختيار ليك. الصديقة داليا عبد الفتاح بتقول التلات إجابات مجتمعة وكل إجابة على حسب من يقوم بالتوجيه، فإذا كان متطرف فده يؤدي للانقسام والتعصب، يخلي الأطفال يعني يبقى عندهم انقسام وتعصب، وإذا كان يوجه بالعقل والمنطق أو يسمح بالرأي الآخر أيضا ده يؤدي لزيادة الوعي. الصديق أحمد كامل بيقول أكيد التوجيه هيأثر سلبا لأنهم هيقتنعوا بفكرة معينة أنها صح حتى لو كانت غلط، الفكرة دي هتفضل في دماغهم حتى لما يكبروا، ومستحيل هيتخلوا عنها بعد كده لأنها بقت جزء من تكوينهم، وده كلام صحيح 100%. عندنا فيديو من أستراليا وإحنا وبينفذ بيشوف وبيقلد، فليه واحد صاحبي ابنه اتخانق معاه وعمل مشكلة كبيرة جدا، فبعدين بقول له هو أنت كم مرة اتخانقت قدامه؟ خاصة حدودها كده. في الاخر خلاص قلت له حاجه، قلت له بص في المرايه، تعالى كده بالليل كده وانت لوحدك وبص كده في المرايه وقول ايه، انا اللي جبت ده كله لنفسي، انا اللي جبت ده كله لنفسي، انت اللي عملت كده في نفسك، لانه ابنك قلدك. احنا بنطلع اولاد زينا ويمكن يكونوا اسوأ مننا، لانه احنا برضه اتربينا في فتره، انا مش عايز اقولها عشان ما بلغش ان هو يعني انا مش متاكد، بس يعني كانت الامور اهدى، اولادنا بقوا بيقلدونا وبقوا بيبتكروا اساليب اخرى في وحشتنا. عشان كده اللي بيشرب سيجاره قدام ابنه، ابنك هيشرب سيجاره، خلصت خلصت. بقت تشرب خمره هيشرب خمره. الام عصبيه وبتتخانق وبتطلع تعمل مشاكل مع الجيران، بنتها تطلع كده. الموضوع خلص يعني، ما تجتهدش كتير. اللي انت بتعمله في الناس ابنك هيعمله في الناس ويعمله فيه غالبا. ففي الاخر خالص دي مسؤوليه. الحديث الشريف بيقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أنت بتضيع اللي بتعوله،
بانك بتدي صوره سلبيه عن نفسك لابنك او لبنتك، بيطلعوا زيك وهيطلعوا اسوا منك، وانت هتكون اول المتضررين. الكلام ده في السياسه زي ما في الاخلاق زي ما في كل حاجه تانيه. مش كده؟ ارجوكم احموا مصر مننا. فاكرين الراجل الشاويش عطيه واسماعيل ياسين، لما اسماعيل ياسين كان بيسوق الطياره وهو ما بيعرفش يسوق، فالشاويش عطيه كان بيقول ايه؟ يا رب ما تجعل نهايتي على ايده. انا بقول اهو، يا رب ما تجعل نهايه مصر على ايدينا، عشان احنا بنعك الدنيا، احنا ما حدش علمنا، فاحنا بنطبق الجهل اللي احنا اللي عندنا ده بنغذيه في اولادنا، فبيطلعوا اسوأ مننا. عشان كده الحاجات دي مهمه، وقلت اخواننا الاعلاميين التانيين وقلت الخطاب الديني يركزوا شويه في المواضيع دي، مش كله خناق وبعبعه وضرب نار وكل الحكايه كلها، احنا عايزين نولع في الدنيا علشان نجيب مشاهده في اتجاه الغلط برضه. مين معانا كده؟ استاذ محمد من القاهره. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضل يا فندم. ارحب بحضرتك ونافذه لوسكيف السياسه حضرتك بتقوم بيها من خلال قناه المحور بتفيد المجتمع. الحقيقه القضيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، القضيه مش خاصه بالاطفال مباشره، هي خاصه باللي بيوجهوا الاطفال، هم دول محتاجين التثقيف السياسي، سواء كانوا مدرسين في المدرسه او اعلاميين او يعني اولياء امور، دول عايزين يثقفوا الاول عشان يقدروا يثقفوا الاطفال على سياسه الاختلاف وتقبل الاخر. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، معلش حضرتك انا هاخد من وقتك دقيقه واحده، لان في فكره عندي مهمه لمصر كلها، مش موضوع الاطفال ولا كل اللي احنا فيه ده، حاجه اقتصاديه، امل مصر في ال 20 30 سنه الجايه. اتفضل يا فندم. احنا ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال جمال حمدان، عبقريه المكان والزمان، الموقع الموضع لقناه السويس. قناه السويس حضرتك بتدخل لمصر 5.2 مليار دولار. احنا بيعدي عندنا 90 مليون حاويه بضائع ثمنها حوالي 4.5 تريليون دولار. لو اخذنا 1% على فترة التوفير اللي هي بتزيد عن شهر ونص لو راح من طريق رأس الرجاء الصالح، الواحد في المية دي تعمل لمصر 45 مليار دولار. لو خدنا على كل حاوية لو راحت عن طريق رأس الرجاء الصالح، انا كلمت حضرتك على الوقت الشهر، ب 45 مليار دولار. الحاويات دي لو اتشحنت مثلا من الصين لتركيا عن طريق رأس الرجاء الصالح، هتاخد بقى في اللي بتيجي عن قناة السويس مرة ونص. دي فلوس. انا عملت دراسة مبدئية ان احنا ناخد 500 دولار على الحاوية، حوالي 45 مليار دولار اخرى. ده دول سفن الحاويات اللي نسبتهم 55% من السفن اللي بتعمل قناة السويس، حاويات فقط. استاذ محمد، حاويات فقط. شكرا جزيلا، الفكرة وصلت، وانا هنقلها زي ما هي كده للساده المسؤولين عن هذا الملف. انا متاكد الموضوع اقعد شويه من كده، انت برضو خايف ترفع شويه لانه ممكن يجي لك منافسين والى اخره، لكن في كل الاحوال انا عجباني الفكره ان احنا نعيد تقييم رسوم العبور من قناه السويس. معانا الاستاذ ابراهيم من الاقصر. استاذ ابراهيم، ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟ بقول لحضرتك استنى بس الاول طمني على الاقصر. يعني الحمد لله ابتدت تتحسن احسن شويه. ابتدت تتحسن ايه بقى؟ يعني تحسن السياحه، نسبة الإشغال ابتدت تزيد شوية إن شاء الله. يا رب يا مسهل، يا رب بإذن الله. اتفضل يا أستاذ إبراهيم. حضرتك دلوقتي بالنسبة، إحنا اتعلمنا دلوقتي، هدخل في موضوع الحل على طول، اتعلمنا على أساس في الهندسة إن أكثر الطريق الطريق المستقيم. اتفضل. وتعلمنا من الحياة إن فقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان إحنا ككبار مهزوزين أصلاً إن إحنا نقف على أرض ثابتة، الله يكرمك، إزاي هتربي الجيل اللي جاي عشان يطلع كويس؟ مشكلتنا حضرتك في النخبة، النخبة اللي هي بتخبط في بعض. يعني انتوا كاعلاميين حضرتك المفروض النهارده في، انت بتتكلم باسلوب ما يبانش عليك انت موجه فين، انت بتقول حاجه وانا اقيم الصح ويا ريتني عاجب، ما انا بتشتم عشان كده برضه. يعني ده المفروض العقل، ان انا بختار الصح والغلط خلال حاجه محايده. لكن للاسف الاعلانات والحاجات اللي بتحصل في التلفزيون، ازاي اخلي البرنامج بتاعي يشد جامع عشان الاعلانات تبقى اكتر، وفي الاخر مصر تروح بقى في اي مطروح، مش مشكله. اهم حاجه ميديا كوميرشاليزيشن، تعمل نسبه اعلانات. فحضرتك التجاره في الميديا، يعني التجاره في الاعلام. لو ما كانش في حضرتك في حاجه اسمها بالصدق الشرف الاعلامي، النخبه دي تتفق على اساس ان احنا مش موجهين، لا
نتفق على لغه الحوار على الاقل يعني صحيح. عشان انا اسمع والجيل اللي جاي يسمع ونبدا نقف على ارض صلبه، غير كده هنفضل. مرحبا بك في عالم العقلاء يا استاذ ابراهيم، انا بشكرك انت وصلتك وصلتك، بس الحقيقه هو ده، وانا بقول بقى منة ربنا اللي هيوقع البلد دي هم الناس اللي بيقوموا بقياده الراي العام في البلد دي، من خلال ميديا، من خلال الجوامع، من خلال كنايس، من خلال فيسبوك بوك وتويتر والكلام ده، في ناس بتقود الراي العام. الناس دي لو ما كانتش على مستوى المسؤوليه، فاهمين ايه طبيعه التحديات، فاهمين يعني ايه اختلف معاك من غير ما اكرهك، فاهمين ان انا ممكن انت تكون فيك خمس صفات جيده وثلاث صفات سيئه، واشير للجيد واشير للسيء، مش لانك انت مش عاجبني في حاجه يبقى انت تضرب بالنار، وعشان انت عاجبني في حاجه يبقى انت قديس ما بتغلطش. ما هو يعني ما اللي هي بس هو الموضوعيه، التوازن، المنطق، العقل، العلم، الفلسفه، ايه الحاجات دي، الدين، الاخلاق، الكلام ده، الحاجات الاختراعات دي، بس ده مش يعني تمام. استاذ طاهر من البحر الاحمر. طه، اسف استاذ طه. طه السيد، مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. مساء الجمال، ازي حضرتك استاذ الاعلام الهادئ المحترم استاذ معتز. الله يكرمك، بس ممكن حضرتك تعلي صوتك شويه عشان انا فعلا مش سامع. ماشي يا فندم. انا كنت عايز اخرج بس من موضوع الحلقه او كلام المداخله اللي قبل كده في موضوع التعدي على الاراضي الزراعيه. نعم، بسرعه. انا شايف ان الاربع وزارات داخلين عاملين مشكله ان هدموا ازاله التعديات، رغم ان احنا ممكن نستفيد من التعديات ديت، لان هي في اربع مشاكل بيتبعوها. واحد، ان الدلتا ما فيهاش ضيف صحراوي، حصل تكدس رهيب في السكان، في السكان هناك مفيش قيمه الارض هناك اغلى من القاهره. اثنين، عندي مشكله في ميه الري، النيل والسد النهضه واللي بيحصل فيه. نعم. ثلاثه، عندي مشكله في الناتج الزراعي من ارض الدلتا. طب انا ليه ما استفدتش من نقطه التعدي على الاراضي الزراعيه حاليا بحاجات بسيطه قوي هتفيدني وتحل لي مشاكل كتير. واحد، غرامة على كل إيراد تعدي قيمة استصلاح فدان في الصحراء. الغرامة على كل إيراد استصلاح فدان في الصحراء. تمام. قيمة استصلاح فدان. نعم. اثنين، كل متعدي يلتزم بتغيير أسلوب الري من ري رمح لري رش أو تنهيض. ثلاثة، كل متعدي يلتزم بإقامة مشروع خدمي زراعي على مساحة الأرض المتعدى عليها. المشاريع الخدمية عندنا استنبات الشعير ال 40 متر بيعادل انتاج 10 فدادين. عندنا انتاج دواجن، عندنا مشاريع كتير قوي 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 للازوله، مراكز البحوث ملانه بالاضرار، الجامعات الزراعيه ما بتشتغلش حالا. المانع ان مركز وزاره الزراعه تخلي مركز البحوث يدرب المهندسين الزراعيين ويتعمل مشاريع خدميه بالانتاج الزراعي في القرى اللي حصل فيها التعدي. استاذ طه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا اول حاجه، حد من مجلس الوزراء مره قال لي ان هم سمعوا برنامج بتاعنا وكنا بنقول يا اخوانا ان احنا عايزين يكون في طريقه للتواصل عبر الانترنت لما حد يشوف مشكله او حد يكون عنده اقتراح او الكلام زي كده ويبعتها. انا بس نسيت اجيب لكم الموقع ده، بس هقول لحضراتكم وزاره الاتصالات عملت الموقع ده، حاجه اسمها التواصل مع الحكومه او حاجه زي كده. فانا الحقيقه بهيب الاستاذ طه، طبعا اتمنى الحكومه تكون سامعانا اساسا يعني، انما لو مش كده يبقى ارجو ان حضرتك معلش تتعب شويه وتكتب الكلام ده. الكلام ده مهم، انه احيانا بيكون انك مش عايز تزيل التعدي ولكن عايز تحول التعدي ده لشيء ايجابي. يا اخوان تعديت، يبقى مقدار تعديك ده ادفع كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يبقى انت خلاص التعدي بتاعك ده هيقنن بشكل او باخر، لكن من ناحيه ثانيه في مسؤوليه عليك. ايه هذه؟ عندنا نشره الفيسبوك بوك، صح؟ ماشي، شكرا كيمو. في اكتر صوره عبقريه بيقولوا عليها كده يعني في 2013، اللي هي بتقول لك حضراتكم شوفوا الصوره اللي جايه دهي، كل واحده فيهم ليها بعد. اللي على الشمال خالص فوق على الشمال دي، ده يعني زي قص وفي طفل بتشعلق فيه، بيقول لك ادي طفل يعني دي صوره بتعبر عن استغلال الدين بشكل خاطئ من قبل بعض الاشخاص المنتسبين للدين، وبقى تغذيه بافكار ولا اخره، وما تعلموش المبادئ وتسيبه بعد كده هو ينطلق يعني. الصورة الثانية تتعلق بموضوع الاعتداء على الأطفال في السياحة في تايلاند، يعني شوف حضراتكم ده المفروض إن هو في قضية اللي هو التجارة في الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا وكلام زي كده. الصورة الثالثة دي بتتكلم عن يعني بتشير لواحد واقف ومشعلق في ظهره، أو الواحد ده جندي يعني في المدفع جنبه ولا الرشاش، فده بتشير إلى الحروب وإزاي الأطفال بتستغل في الحروب ويكون ضحاياها. الصورة اللي بعدها بتقول لك تشير لتجارة اللي تحت دي، تجارة الأعضاء والأجهزة في السوق السوداء، لأنه الأطفال عادة بيكونوا من أوائل
اللي بيضحوا بيهم يعني عشان ياخدوا قطع من اجسادهم الى اخره. الصورة الخامسة بتشير الى الاسلحة المجانية والعصابات والمافيا المتعددة اللي بتستغل الاطفال في شكل سلبي في دول مختلفة. الحاجة الاخيرة موضوع السمنة، شو احنا عايزين الطفل يطلع ضخم كده، ده بقى ايه كبريات شركات الوجبات السريعة او الحياة الاسر اللي بتخلي الاطفال ياكلوا اي حاجة حتى لو كانت لا تناسب اعمار. في عندنا صورة تانية بتقول لك يعني انه في صورة تانية ولا فيش صورة تانية؟ طيب خلاص، يبقى احنا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا. انا بس عايز اقول ان احنا معلش متاخر عليكم احيانا في الحلقه المفتوحه اللي احنا بيبقى مني كده لحضراتكم، انما بتبقى الحقيقه من اسعد الحلقات بالنسبه لي، والتفاعل مع حضراتكم انا بتعلم كتير، واتمنى ان احنا نكون بنضيف لحضراتكم اي شيء. البلد دي فعلا امانه في ايدينا، واحنا يعني يا نكون اسباب لنهضتها يا نكون شهود على تراجعها لا قدر الله. احنا نكون تاني، احنا كمصريين ينكون اسباب من اسباب نهضة البلد دي، ينكون شهود على اخفاقها ودمار. كل واحد فينا يلعب الدور اللي عليه. انا رأيي انه طريق النهضة ده مش معقد، وانا قلتها الحق، انا نفسي اعمل جمعية اسمها 100 متر، واللي عايز يعمل الجمعية دي يعملها وانا بقى اول عضو فيها او من اعضائها. 100 متر مصر مش هتعرف تصلح مصر كلها، صلح 100 متر في مصر، صلح قدام بيتك، صلح جوه بيتك، مش قدام بيتك، صلح جوه بيتك، صلح في المدرسة، صلح في الجامعة، صلح في الكنيسة، صلح في العمل، في أي مكان، صلح أي حاجة، مش هصلح مصر، ما صلحش مصر، صلح 100 متر في مصر، قسمهم بقى زي ما أنت عايز. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا يا رب إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد، أنت الكريم وقد وجهنا إليك يا أملنا وجها سائلا وادا. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من ورده، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابنا دوام الأمن، دوام الرزق، دوام العلم، دوام الستر لبلدنا ولنا جميعا أبدا. آمين يا رب العالمين. هذا ما أمكن إراده وتيسر إعداده، وقدر الله بقوله. تصحى ربكم على خير، بكرة إن شاء الله. صباح الخير.